موس المانجا. موس المانجا من الحاجات اللذيذة جدا جدا، كلنا دلوقتي المانجا متوفرة فنقدر نعملها وبطريقة سهلة وهتعجبكم جدا، خاصة بقى ان هي بتتاكل بقى في كاسات كده وبتبقى ساقعة ولذيذة، فبصراحة هتعجبكم جدا. بينا بقى نشوف المقادير هتبقى عبارة عن ايه. عندنا 2 من المانجا متقشرين متقطعين مكعبات بالشكل ده، مكعبات صغيرة. عندنا كمان كوباية مانجا بيوريه. بيوريه يعني ايه؟ يعني مضروبة في الكبة بدون اي سوائل، مش حاطة لها مية خالص، هي مانجا بس لا اكثر ولا اقل ولا سكر ولا اي حاجة. هنحتاج 2 باكيت جيلي مانجا، هنحتاج كمان كوباية كريم شانتيه خام، 3 معالق كبار من السكر البودر، ونص كوباية حليب متلج. دي مقاديرنا، ويلا بينا بقى. عايزه اقول لكم انك لو جاي لك ضيوف ولا عايزه تعملي حاجه سريعه وحلوه للولاد، مفيش احلى ولا اسرع من كده. بدايه كده تعالوا نتعامل مع الجيلي الاول. عندنا زي ما قلنا 2 باكيت جيلي مانجا، وكلنا عارفين الجيلي بيتعمل ازاي، بس انا النهارده هستخدم الجيلي بكميه سوائل اقل. يعني دايما بيبقى على الباكيت بنحط كوبايه ميه سخنه على كوبايه ميه ساقعه، انا هنا على الاثنين باكيت هحط نص كوبايه ميه مغليه وكوباية مية ساعة. ليه؟ علشان أنا عايزة أخده يبقى تقيل شوية. فتعالوا ناخد كده نص كوباية. أنا جايبة شوكة ليه؟ احنا عايزين معلقة. فتعالوا ناخد المية السخنة دي علشان ندوب فيها الجيلي. نقلب كويس، ندوب الجيلي بتاعنا كويس قوي في الميه السخنه، بعدين احط له كوبايه ميه متلجه، دي اللي هتبرده معانا عشان اقدر ان انا استخدمه على طول. برضو الحلى اللي احنا بنعمله ده سريع جدا جدا، مش هيحتاج من غير ساعتين ثلاثه بس يسقع في التلاجه وتقدميه بالف هنا وشفا. يعني لو عندك 2 مانجا دلوقتي يلا على طول قومي اشتغلي فيهم واعمليهم. هنا البوله دي مش هتساع، فايه نجيب واحده اكبر شويه عشان اقدر احط لها الميه المتلجه. خلاص هدوب كويس واتاكد كده ان خلاص الجيلي داب تماما في الميه السخنه. هبتدي احط له بقى كوبايه من الميه البارده عشان ابرده واركنه على جنب. خلاص احنا كده خلصنا الجيلي، بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. عندنا بقى كريم شانتيه وعندنا سكر بودر. قولولي تسلم والله. يلا احنا خلاص هنسيب بقى ده يبرد على جنب كده عشان ما ينفعش احطه سخن، فهو كده بيبرد، ونجيب كده ايه بوله كبيره شويه عشان نشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكريم شانتيه الخام، والكريم شانتيه الخام ما بيبقاش فيه سكر، فعشان كده هنضيف له 3 معالق كبار من السكر البودر. طبعا بقى لو حد كده حابب يخلي الموضوع غني اكتر فممكن يضيف له ايه بقى؟ ممكن نضيف الكريمه اللي هي كريمه الخفق، تمام؟ ده عشان نخلي بقى الطعم كده ايه ريتش اكتر. بس كده شغال معانا وبيطلع زي الفل. حطينا كده خلاص الحليب، سوري السكر باودر والكريم شانتيه باودر. احط الحليب بقى ويكون متلج، كل ما كان متلج بيدينا نتيجه كويسه جدا في الخفق. حلو قوي. بينا نضرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا بدأت الكريمة تتقل وتتقل قوي قوي، لأن مقدار الحليب هنا قليل جدا على الكريمة. احنا عاملين كده ليه؟ علشان عندنا الجيلي سايل، فهنزله كل ده يربط مع بعضه مع المانجا اللي احنا ضربينها، علشان كده مقللين السوائل جدا جدا اللي احنا ضربين بيها الكريمة. تعالوا بينا بقى بعد ما خلاص التلج اللي احنا كنا حاطينه بالمية فك خالص وكمان الجيلي برد تماما، هبتدي احطه ونضرب الكلام ده كله مع بعضه تاني. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. واخدين بالكم معايا ان القوام بقى تقيل تاني اهو، بصوا لسه كمان لما يدخل بقى التلاجة والجيلي يجمد، بصي هتلاقي قوام تحفة جدا جدا ما شاء الله. كده خلاص يعتبر كده خلصنا، نبتدي نحط بقى البيوريه بتاع المانجا. يعني ايه بيوريه؟ يعني مضروب او معمول في الكبة، مطحون في الكبة او بالهاند بلندر بدون اي سوائل ولا سكر. هقلب ومكعبات المانجا دي بقى ايه رايكم؟ هننزل نصها ندخله جوه الموس كده عشان واحنا بناكل كده تبقى لذيذه معانا وفي قطع. مبطلش اكل فعلا، انا واحنا بناكل مبطلش اكل، دي حقيقه. كده هتبقى لذيذه جدا. تخيلوا بقى كده لما يسقع ويجمد وانتوا بتاكلوا كده تحسوا بقى بطعم المانجا، وفي مانجا كمان مكعبات هتطلع معاكم، فالموضوع هيبقى لذيذ جدا جدا. بنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنبتدي نجيب الكاسات او ايا كان هتقدمي في ايه، هو طبعا الكاسات بتبقى افضل او اطباق. هنا بقى نعبي الكاسات بتاعتنا بموس المانجا. زي ما انتم شايفين كده تعبي في كاسات، كوبايات، اطباق اللي انت حباه، بس هنعبيها ومش هنملاها على الاخر عشان عندنا مكعبات مانجا هنحطها بس لما تبرد وتجمد. طبعا هي لما هتخش التلاجة زي ما انتم عارفين احنا حاطين جيلي، فالجيلي هيساعد على تماسك الموس تمام وهيبقى جامد، فنقدر نحط بقى جيلي مكعبات مانجا ونلمعها كمان بجيلي زي ما انتم شايفين كده. بصوا معانا هنا ده اللي جاهز اهو بالظبط كده، هو ده. عايز اقول لكم ريحته حلوه قوي قوي، ده انتم تقدروا كمان تجمدوه في التلاجة وتقدموه زي الآيس كريم. لازم نسيب كده جزء ايه فاضي نحط فيه بقى مكعبات المانجا. واخدين بالكم معايا من مكعبات المانجا اللي بتنزل جوه دي، هتخلي الطعم حكاية. طبعا ننضف الكاسات بتاعتنا. برضو الكميه اللي احنا عملناها هتعمل معاكم كم من الكاسات كبير قوي، تقدروا بقى تنصصوا الكميه وتشتغلوا على قد ما انت عايز تعملي كام كاس. هيدخلوا الثلاجه 3 ساعات هتلاقيها جمدت والدنيا بقت تمام جدا. طلعيها بقى تحطي مكعبات المانجا عليها وتلمعي بجيلي، جيلي تلميع او جيلي مانجا برضو اللي متوفر، علشان تحافظي على شكل المانجا اطول فتره ممكنه، ما تغيرش، ما تسودش، ما تتبلش.
تعالوا بينا بقى، احنا ممكن نحط دول جنبهم كده. نجيب المنديل نمسح الأطراف. زي الفل. تعالوا بينا بقى نجيب منجاية كده نعملها ايه على شكل خرشوفة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نحط دي كده ودي نمسكها كده شرايح كده بالطول، وبعدين ممكن ناخدها سمبوكسة او بالعرض. وبعدين نعملها كده، نحط تحفه هنا خلاص اتزين، اتحط له كده مكعبات المانجا واتلمع بجيلي المانجا او الجيلي تلميه عادي. وهنا ده لسه هيخش بقى معانا التلاجه يتماسك ويجمد كويس قوي عشان لما احط مكعبات المانجا على الوش ما تسقطش مني جواه.